نتابع حلقتنا مع الفن يلي لطالما كسر الحواجز السياسية والاجتماعية، قدر انه يكسر عداوة بتعود لستينات القرون الماضي بين امريكا وكوبا. تقرير. كوبا وامريكا قصة عداوة بتعود لستينات القرن الماضي. قطيعة وحصار عزلوا الكوبيين، لكن اليوم الفن فتح الطريق. الرسام الكوبي الأصل ماريو سانشيز بيعيش بفلوريدا بأمريكا، لوحاته معروضة اليوم بهافانا بكوبا. هالأخير بلوحاته عالج التنوع ولقاء الآخر ومد اليد للآخر. هالمعرض رح يقابله معرض تاني بأمريكا لفنانين كوبيين، ومن خلال هالخطوات بيكون الفن هو الوحيد القادر على الكلام. ومننتقل هلا مباشرة إلى استوديو كلام بيروت لعند زميلتنا رولا كساب حداد لنطلع معها طبعا على محاور حلقة اليوم من كلام بيروت ونتعرف على الضيف. رولا صباح النور. صباح الخير بيارات، وكمان صبحك بالخير جوال. صباح الخير رولا. بما انه ضيفنا مش هون فينا نسترسل بال يلا استرسلي بالبداية مين الضيف؟ استاذ ادي ابي اللمعة القيادي بالقوات اللبنانية. نعم. بعد ما وصل اكيد في عجقة سير بهالوقت. الموضوع الأبرز معه أكيد موضوع الحكومة، موقف القوات اللبنانية، علاقة القوات بالمستقبل، وتحديدا دكتور سمير جعجع بالرئيس سعد الحريري، علاقتهم اثنيناتهم بحزب الكتائب، الوضع على الساحة المسيحية ككل، موقع رئاسة الجمهورية، هذا بمحور. بمحور ثاني موضوع الحكومة وين صار، الرئيسين سليمان وسلام قديش ممكن تكون المهلة المعطاة قبل ما يعلنوا التشكيل الحكومية، الاستحقاق الرئاسي، موقف كركي منه. بمحور تاني التهديدات، الوضع الأمني، موضوع الإجراءات يلي عم تتخذ بالضاحية اليوم، رينا تحقيق عن هالمسألة. نعم. كمان قد ما بيسمح لنا الوقت رح تكون في لنا مداخلة مع عضو كتلة المستقبل أستاذ نبيل دوفريج لنطلع منه على حقيقة ما كتب اليوم بجريدة الأخبار عن أنه رئيس الحريري وافق يعطي وزارة الطاقة للوزير جبران باسيل وبعكس الرئيس تمام سلام. نعم. كمان يعني هذه هي إذا محاور الحلقة. ترسلت منيح. بعد في وقت. بعد في وقت عندك بعد شي تقولي؟ لا 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 خلاص بونجورني. تلحقي تحكيون مع ضيفك يلا. فإذا دقايق قليلة وبيوصل ومنتابع كلام بيروت مباشرة عبر الأرضية والفضائية من بعد ما نختم أخبار صباح. ومثل العادة المشاهدين بأمريكا صرتوا بتعرفوا فيكم تطلعوا على البرنامج من خلال الويب سايت اللي عم بيقطع بأسفل الشاشة. نحن حلقتنا لليوم وصلت لختامها، وطبعا الختام رح بيكون مع التقرير الرياضي من خلاله بنطلع على كل النتائج اللي تسجلت، ونعطيكم بكرة موعد جديد بحلقة جديدة من أخبار الصباح. باي باي. أكد الإسباني خوان ماتا المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي من فريق تشيلسي مقابل 37 مليون جنيه استرليني أنه ما بيشعر بالغربة وقت انضم للفريق وللقلعة الحمراء، وأشار أنه هو عازم أنه يعوض كل اللي أضاعه مع البلوز بقميص الشياطين الحمر. وقال ماتا بمؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام: فضلت الانتقال لمانشستر بسبب شخصية النادي يلي بتتميز بالكفاح للنهاية والسعي للفوز بجميع المباريات والبطولات، وهي فرصة جيدة لعوض كل شيء يلي خسرته مع تشيلسي، وبدي شارك بانتظام بالمباريات من أجل الانضمام لمنتخب إسبانيا بكأس العالم المقبلة بالبرازيل. وأضاف ماتا: الأجواء رائعة جدا وجماهير الفريق عم بتطالبك بتحسين نتائج، رح أسعى لهالشي وبالطبع لرسم نهاية سعيدة لهالموسم. كما أنه ما بشعر أبدا بأي غربة، وكان الاستقبال طيب للغاية من زميلي بالمنتخب ديفيد ديخيا حارس مرمى الفريق والمدير الفني ديفيد مويز. وبسؤاله عن سر عدم ارتداء رقم 7 مثل ما تردد بوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، رد ماتا وقال: 7 رقم أسطوري، تناقشت بالأمر مع ديفيد مويز وأنعني أنه رقم 8 رح يكون الأنسب لإلي. وختم حديثه ماتا بالإشادة بزميله الجديد وين روني.
أكد بطل العالم الألماني سيباستيان فيتال أنه انطلاقة الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارة الفورمولا 1 رح تكون مليئة بالأحداث بظل التغييرات الكبيرة اللي شهدتها لويح البطولة. وصرح فيتال قبل انطلاق التجارب السابقة للموسم بخيريز بإسبانيا هالأسبوع بعتقد أنه رح يكون موسم عنيف بالنسبة للكل خاصة ببدايته. وأوضح سيئ فريق ريد بول أنه نتيجة لتغيير اللويح رح يلاقي كل واحد نفسه بمواجهة اختبار شديد القوة. ورح يقدم فريق ريد بول الفايز بلقب بطولة العالم على مستوى الصانعين الموسم الماضي سيارته الجديدة لعام 2014 تلتها بأول أيام تجارب خيريز السابقة للموسم يلي من المقرر أن ينطلق بشهر مارس المقبل. أفاز السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5 مراكز ليكون بالمركز الثالث بالتصنيف العالمي للاعبي التنس يلي صدر. وتوج فافرينكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة نهار الأحد قبل ما يتقدم للمركز الثالث بالتصنيف خلف المتصدر الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك جوكوفيتش. وأطاح فافرينكا بجوكوفيتش بطريق وصوله للمباراة النهائية قبل ما يتفوق على نادال 3-1 ويحرز لقبه الأول بالبطولات الأربعة الكبرى. عينت أسطورة التنس الأمريكي كريس إيفرتلويد مؤخرا سفيرة للبطولة الختامية لموسم السيدات بسنغافورة، وكانت حاملة 18 لقب ضمن البطولات الأربع الكبرى بسنغافورة للحديث عن المنافسة يلي رح تصير بآسيا لأول مرة. ونوهت إيفرت باللعبة الصينية لينا وقالت أنه تبدو بموقع جيد للفوز ببطولة كبرى أخرى هالسنة. ورح تصير البطولة الختامية لموسم السيدات بين 17 و26 تشرين الأول بسنغافورة يلي فازت بحقوق استضافة هالمنافسة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وتعد البطولة الختامية أرفع مسابقة بمضرب السيدات بعد البطولات الأربع الكبرى أستراليا فرنسا أمريكا المفتوحة وويمبلدون. وبتضم البطولة أفضل 8 مصنفات بالموسم للفردي وفرق الزوجي. وبتأمل الكندية الصاعدة إيجيني بوشار أنه تأهل لها البطولة بعد تأهلها لدور نصف نهائي بأستراليا. تستضيف بار لينكولن بجنوب أستراليا كل سنة مهرجان رمي التونة العالمي وبيحتشد الكتار من المتفرجين لمشاهدة قوة الراميين يلي بتنافسوا أن يرموا تونة وزنها حوالي 8 كيلوغرام. وتمكنت الأسترالية جاكي هوكادي من الفوز للمرة الثالثة من بعد ما رميت سمكة التونة لمسافة 11.12 متر. وعن فئة الرجال كان الفوز من نصيب الياباني هيروك أكو يلي رمى التونة لمسافة 32.97. فاز الإسباني توني بو بالدور الثاني من بطولة إكس تريل العالمية اللي جرت بمارسي، وكان بو فاز بالدور الأول اللي جرى بمدينة شيفيلد بإنجلترا. وبعد فوز بو بمارسي ارتقى لأعلى الترتيب العام برصيد 40 نقطة وتقدم بفرق 13 نقطة عن ألبير كابستاني بالمركز الثاني. كابستاني حل ثالث بمارسي خلف مواطنه الإسباني أدم راجا. راجا بيت بيحتل المركز الثالث بالترتيب العام. جرى سباق رولكس 24-52 بمدينة دايتونا الأمريكية. بالبداية تم معاقبة جواو باربوزا بخصم 13 ثانية من توقيته بسبب المخالفة القانونية ليفسح المجال قدام ماكس أنخيليلي أنه ينتزع الصدارة. بس باربوزا ما استسلم واسترد الصدارة حتى النهاية بآخر 8 دقائق و23 ثانية. وبهالفوز حقق باربوزا فوزه الثاني لفريق أكشن إكسبرس خلال 4 سنوات، وهي المرة الثانية اللي بفوز فيها باربوزا بالمركز الأول بينما كانت المرة الأولى لمساعده سيباستيان بوردي. وحال فريق أكشن إكسبرس الثاني بالمركز الثالث بينما فاز فريق وين تايلور لسباق السيارات بالمركز الثاني بقيادة ماكس أنخيليلي. جرت بإنجلترا منافسات بطولة التحمل الشتوية لعام 2014 التف جاي بنسختها 27، وبيتعين على المشاركين بالبطولة اللي بتبلغ المسافة 10 أميال اجتياز العديد من الحواجز ومياه كتير باردة والوحل والإطارات المشتعلة باختبار لقوة التحمل الجسمانية والذهنية. وشارك أكثر من 5000 متسابق بهالبطولة اللي انطلقت عام 86. وفاز بالمنافسة الألماني اللي بيبلغ من عمر 22 سنة تشارلز فرانكزي اللي أنهى السباق بساعة و29 دقيقة و21 ثانية. وحل بالمركز الثاني بول فينسنت جونز للعام الثاني على التوالي، ويلي ما قدر يشارك بهالمنافسة لازم ينطر حتى شهر تموز وقت بتصير منافسة الصيف.